يسعد أوقاتكم مرة تانية حبايب القلب. هذا الدرس 12. طيب الكلمة الأولى solve، طبعا هاي solve verb فعل، معناها يحل. verb يحل، solve يحل. طيب نأخذ عليها مثال. all students could، استطاعوا، كل الطلاب استطاعوا، could solve the math problem. طبعا هون problem معناها مسألة، كل الطلاب استطاعوا يحلوا المسألة. solve يحل، solve، ممتاز. كلمة تانية suddenly هون adverb قلنا ظرف، وشو معناها suddenly؟ معناها فجأة. مثال I was crossing the road، كنت أقطع الشارع، suddenly a car hit me، صدمتني سيارة، فجأة صدمتني سيارة. I was crossing the road suddenly a car hit me. Very nice. طيب suppose، الآن suppose هون verb فعل، معناها يفترض. suppose يفرض. مثلا suppose you are a rich man. suppose you are a rich man. what suppose you are a rich man what things would you buy؟ شو الأشياء اللي بدك تشتريها؟ suppose you are a rich man what things would you buy؟ شو ممكن تشتري؟ suppose معناها يفترض. ممتاز. universe معناها الكون، طبعا هذا اسم، هو اسم الكون. The universe، مثال the universe is so large that it cannot be measured. measured يقاس، يعني الكون عظيم وكبير جدا، so large that it cannot be measured. measured يعني يقاس، يعني صعب انك تقيسه، او مش صعب، لا تستطيع قياسه. طيب الان ناتي الى الكلمه الاخيره. الان view هنا noun او verb، على فكره كلمه view تأتي noun وتأتي verb على الجهتين، معناها منظر، تأتي noun وتأتي verb. view مثال منظر أو ينظر. رامي likes to view himself in the mirror. هاي هون view فعل، معناها يشاهد أو ينظر إلى نفسه بالمرآة. ينظر إلى نفسه بالمرآة. view himself in the mirror.
هذا على شكل خلينا نحكي verb. هلا نأتي إلى noun the view. The view from the top is fantastic. المنظر هون الفيو معناها المنظر، المنظر من الأعلى fantastic، المنظر من الأعلى fantastic. انتهى الدرس اليوم، نراكم في الدرس القادم إن شاء الله.